الثلاثاء 18 سبتمبر 2012، مرحبا بكم في نشرة ليغي نيول دو مغرب. بعد عملية السرقة اللي طالت السفارة الأمريكية، باش ناخذوا رأي واحد من المنتفعين بالسرقات هذه. مرحبا بك خويا. آه منشط، تري فيا فلي كارن؟ سي بون هكايا خارج على الديكور مانيش فلو. يسمع برجولية، أول حاجة السفارة ما لقيناش فيها اللي نحبوا عليه، فهمت؟ تي ما عجبتنيش السفارة من داخل، تي حسيتها بني بكري هكا في دار ميميتي بالضبط، عرفت؟ كلي في اللافايات هذيك يا أخي على الباب وادخل، فهمت؟ تقول تو تعرضنا هكا سيكوريتي ولا حاكم ولا حاجه كلي بالكاسك، فهمت؟ حتى التراتيب ما عرضونيش يا ودي، قطع اليد اللي ما زدتش. اما تعرف برجولي حومه هي سلعتها مش بالضبط، ما هي شي حاجه، تي مضروبه تقول عليك في سفاره الصين كلي عين مجبده، عرفتهم في ذي موديلات دي باسي وسلعه بذا الروح. يا ولدي دار مدير نسمه تي خير منه، واللي بي عملوا لك يعملونا ريسبسيون في الدار بدي كل خير موجود. عبيد تضرب في المونوتوف واحنا ننشلو. يا بودي عنده فريجيدير، عنده فريجيدير ترعب من داخل غله وبنان، تقول خضار مش مدير قانية ومدك المراور بالكافيش بهم كلب. يا ولدي كنا نقول لك شكون لقيت في سفاره؟ امي يا اختي وراجلها، اي تي مو شرطنا عليه العروس، فالعرس باش يجيب لك كوتك اللي تزفر، فهمت؟ كرتون تصوير حرام، فهمت؟ يعاد لقيته ومعه محميته من بهمة في البيبي، أنا كلي تقف قدامه ويتحل وحده، عرفته؟ يا ودي قلت لي تعرف شنو وليدي برجة ولاية؟ يا أول مرة راني يجي الكارفور، فهمت كيف؟ هي وانتي بشرة واحد بالله وا برجة ولاية محليك يا حسونة هكا، تحسك كلي فيك روح الدعابة، فهمت كيف؟ والله كي فارغة يا كلي كالإلكترونيك صافا أحسن الحمد لله. تقعدنا نكزين شويه موبيليا ان شاء الله العقبه لسفاره المانيا والسويد، فهمت كيف؟ يا وش مزيان ريدويات سفاره تركيا وكاو، وربي هني اختي اميل، عرفت حصونا كيف؟ شنو هي تو باش تقعدوا تدوروا من سفاره سفاره ولا كيف؟ يا شو باقي فضلك حصونا برجولي؟ اسمع تعرف كيف؟ اميل عزوزه ناوي على عمره يا كاو، قلنا نختموها بسفاره السعوديه والواحد يتهنى ويعلق القواندويت. سمعنا خبر يقول انه سواق المترو الخفيف في تونس ممكن يدخلوا في اضراب، والحاجه الهائله انه اضرابهم تزامن مع العوده المدرسيه، وهذا الاحساس بالمسؤوليه ولا لوح. للحديث اكثر في الموضوع ناخذ في المباشر سي حمل الهمامي. اسمعني يا حسن، نقول لك حاجه، ناك حمل الهمامي نقول اللي الشوفر نتاع المترو ما قصروش، يقول لك التلاميذ ما عينهمش باش يرجعوا، هات نعاونوهم. البارح هبطنا وراضي للسنترفيل نلوج على المنجلي نوكس، مو المنجلي اللي عندي ضربوا زديد كما برشا ناس في مخي، قلت لك عاد نشوف التلامذه الكل تمشي على ساقيها، الباهي فيهم عامل 6 سوايع مشي، اللي يقرا 8 اهو كيكمل المسلسل نتاع الليل ويقصد ربي، واللي يقرا نصف النهار يحسب روحه يقرا 8 كيف ولد خراضيه، وباز باش يخلط روطار كما الحكومه، وجماعه المترو يضربوا في النوم في ديارهم ويحبوا الزيادات، وناك حمل امامي ضد الزيادات. وعلاش ضد الزيادات؟ من حقهم راه ولا لا؟ اي نعم انا ضد الزيادات، على خاطر زادوا في الليسونس وما عادش خلطين، لا نطلعوا في كراهب لا ناخذوا تاكسيات، زادوا في سوم لابونمون للتلامذه، تقول عليهم يطلعوا في مترو بالحق، وهو تقول عليه شرط يتدخل في الهوام من كل شيره، لا شبابك ولا كراسي ولا منطق باهي، وهاي راضيه بجنبي وفي بالها، وننصحكم الكل تعملوا كل حكومة وتطلعوا على الثورة، هاي طلعت في كاس الحكاية خير من المترو. معنا الزميل سفيان بن حميدة باش يعطينا انطباعاته على آخر الأنباء. في الأول أنا نحب نقول اللي يقول لازم قوات الأمن تكون حاضرة على خطر السلفيين ناويين يجمعوا على السفارات الأمريكية في البلدان الإسلامية الكل. يا سفيان وخي هجموا عليها السفارة ونهبوها والأمن يتفرج. أي ربي يستر، ملا إن شاء الله ما يوصلوش للسفارة الأمريكية في 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 تونس. قول إن شاء الله يخلط لك الخبر قبل ما تاخذ الانتريت يا خوي. أي ناخذ جنجل ونعود. السؤال اللي محير التوانسة هالليامات، وين الحكومة؟ خاصة بعد ما سي حمادي جبالي الوزير الأول المؤقت اخذ إجازة بنهارين وخلى البلاد بلاش وزير أول. والله يا سحسن الإعلام ماهوش مسيب حد، الواحد ما ياخوش كونجي راه تحفيف وخير ربي. لا لطف عليك يا سي حمادي، لكن علاش الكونجي بالضبط؟ وكيف خرجت أنت كونجي وين الحكومة؟ والله الحكومة إيه في القصبة، وبكل ديمقراطية وبشفافية نقول لك على السبب اللي خلاني نغيب على الخدمة هالنهارين، ما هو الشيخ يحب على علي العريض باش يشد القصبة ويحمي البلاد
وهاو الصفارة ما نجمش يحميها. اجل الصحيح تو، مريض بالعريض مش مستبرد. مريض بالعريض ومريض باللوز ومريض بشورو وخاصة مريض بهكا الزيتون. الحاصل الجماعة الكل خرجوا لي من خشمي وولات النهضة طيحت لي ضربة واحدة. ما لقل لي شميتها قارصة يا اخي، خليت اهل البلا في البلا وخذيت كونجي. نو بالحق مستبرد والخشم مزدود وماني شامم منها حتى شيء. لكن على هذا الحكومة عندها قريب العام وما هي شامة منها شيء. على كل حال، الرئيس أوباما اتصل برئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران للإطمئنان على وضعية السفارة الأمريكية بالرباط، وهذا صار ما بيناتهم. أهلا سي أوباما، كل شيء لاباس الحمد لله. بغيت نصولك على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عندكم. أنا مخايف على السفير ديالي. ما عندك منش تخاف سي أوباما، أنا غادي نخوي الدار البيضاء ونخليه بوحدو. لا غير بلاش، بارك الله فيك. Thank you سي بن كيران، غير تهلا في الله يخليك. أنا غادي ندي ليه دابا قصعة ديال الكسكسو وشي قوالب ديال السكر. قالوا لي صلعوا قدام السفارة الأمريكية. خاصك تسول وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الموضوع، أنا لا أدخل لي في هاد الشؤون، فهمتيني ولا لا؟ أعطيني الأسماء ديال اللي صلى ونرضى لك. شوف الله يخليك، وليت مقابل غير السفارات ديالي في البلدان العربية. إيوا، ما بقى غير ندي السفير ديالكم يبات عندي في الدار. وهكا نكون وصلنا نهاية حلقتنا. أنستو وتصبح على خير.